انا دكتوره ايمان مصلحي، دكتوره في مدرس في قسم علوم الحاسب بكليه الحاسبات والمعلومات. النهارده موجودين في المؤتمر في جامعه المنوفيه عشان نعرض مجموعه من مشاريع التخرج بطلبه كليه حاسبات ومعلومات تحت اشرافي وتحت اشراف عميد الكليه دكتور حاتم ودكتور شريف العتريبي ودكتور حمدي موسى. النهارده معانا 6 مشاريع من المشاريع الممتازه اللي هي ممكن نقول ان هي افكار مهمه لخدمه البيئه وخدمه المجتمع. الافكار ديت هدفها مساعده ناس معينه او فئه معينه، وكل فكره بتركز على حاجه معينه. اول حاجه احنا لما جينا نختار الافكار ديت، انا شخصيا اخترت الافكار مع الطلبه، بس يعني ايه، الطلبه هي معظمها هي اللي عندها الافكار ديت، وهي اللي حابه تضيف الافكار ديت، وهي اللي حابه تبقى ليها دور في خدمه المجتمع. عندنا ما شاء الله 6 مشاريع النهارده ممتازين. 6 مشاريع دول يعني كلهم هدفهم خدمه المجتمع. جينا النهارده، طبعا السنه اللي فاتت كان معانا مشاريع كويسه وكنا عارضينها في الكليه وكنا خدنا مراكز ما شاء الله كويسه، فحبينا النهارده بما ان احنا بنعمل شغل كويس ان احنا نيجي هنا بقى الجامعه ونعرض الافكار بتاعتنا ونشوف وجهات النظر ونشوف راي طبعا دكتور احمد القاصد ونشوف راي رؤساء الجامعه والنواب في الافكار بتاعتنا. ان شاء الله باذن الله هتشوفوا معانا كذا فكره كده ممتازه، ومعانا برضو كليه هندسه منوف. ان شاء الله باذن الله الافكار تعجب حضراتكم. انا محمد امجد، طالب حاسبات ومعلومات فرقه رابعه، القسم بتاعي او التخصص سوفت وير انجينيرنج. انا الليدر في المشروع او الفكره اللي هي جرين ايجيبت. جرين ايجيبت هو مشروع بيدعم فكره الريسايكلينج من خلال كاش باك. احنا بندعم فكره الريسايكلينج في مصر من خلال ان احنا لما بصينا على التجربه الاوروبيه في الريسايكلينج لقينا انها تجربه ناجحه جدا، فحبينا ان احنا ننقل نفس الفكره عندنا في مصر بس بستايلنا. ليه؟ بسبب اختلاف طبيعه القواعد والقوانين والايتمز الماتيريال نفسها ما بين اوروبا ومصر. ان في اوروبا الازاز سواء كانت بلاستيك او الكنز بيبقى موجود عليها زي نقشه، بحيث ان ده في القوانين عندهم ان الحاجه لازم يكون موجود عليها النقشه دي، لان هم بيدعموا الريسايكلينج من زمان. احنا عندنا في مصر مفيش الموضوع ده، فاحنا حبينا ننقل نفس الفكره الاوروبيه بس بالستايل المصري بتاعنا. الهدف من المشروع عندنا هو ان احنا بندعم زي ما قلنا فكره الريسايكلينج، فكره الحفاظ على البيئه، وفي نفس الوقت بنشجع الناس ان هم يدعموا هم كمان فكره الريسايكلينج من خلال الكاش باك اللي انت بتكسبه او البوينتس اللي انت بتاخدها مع الريسايكلينج اللي انت بتعمله عندنا في السيستم. ازاي؟ انت في العاده لما بتبقى ماشي في الشارع معاك ازازه بلاستيك، كل اللي بتعمله بتروح عند اي صندوق زباله ترميها خلاص. لا، احنا عندنا في جرين ايجيبت قدمنا لك حاجه نفس الستايل الاوروبي بالظبط، هي سمارت ماشين. كل الفكره ان انت هتيجي بالايتم اللي معاك هتحطها قدام الماشين، الماشين بمجرد ما بتديكت ان الايتم دي فعلا بلاستيك او كنز، لان انا السيستم بتاعي مش بيدعم غير البلاستيك او الكنز، بمجرد ما الماشين تديكت التايب بتاع الايتم هتفتح السلوت الخاصه بيها، لان انا برضو لازم اعمل كلاسيفيكيشن للويست عندي او المكلفات عندي، يعني بحيث ان انا اسهل على المصانع بعد كده ان ما يقعدش بعد كده هو اللي يعمل الكلاسيفيكيشن ده، انا هدي له حاجه جاهزه ان الكيس ده كله بلاستيك الكيس ده كله كنز. نفس بالظبط اللي بيحصل في اوروبا، هم عندهم برضو بيبقى صناديق مخصصه، احنا لا، قاسمين من خلال السلوتس وكده. بعد ما الكاميرا بتديتكت الايتم بتفتح الفتحه الخاصه بيها او السلوت الخاص بيها، حضرتك هتحط الايتم بتاعتك، هيظهر لك على السكرين كاونتر، هيبدا يعد معاك الايتمز. وليكن مثلا حطيت 3 بلاستيك 3 كنز، هجنريت حاجه اسمها كيو ار كود. الكيو ار كود ده بيبقى فيه كل البيانات الخاصه بالعمليه اللي انا عملتها في اللحظه، اللي هو انا حطيت 3 ايتمز بلاستيك 3 ايتمز كنز، يبقى انا ليا بوينتس قد كده، دي فلوس او كاش باك قد كده، فلوس في الحقيقه قد كده. احنا عارفين ان ملف البيئه في مصر يمكن يكون فيه مشكله من زمان، وده بسبب برضو ان احنا مش بنتعامل مع الموضوع بطريقه سمارت. يعني تمام، حلو الحكومه بتوفر لي صناديق بتوفر لي كل حاجه، بس شوف مثلا الحي بيفتكر كل فين وفين على ما يبدا يبص على الصندوق ده اتملى. احنا في جرين ايجيبت عايزين نشجع الناس من خلال فكره الكاش باك. يعني انا من ناحيه احافظ على البيئه، وده فكره الاساسيه في المشروع، وتاني حاجه لازم يبقى فيه سبب يشجع الناس انها تستخدم السيستم بتاعي، وهنا يجي دور بقى جرين ايجيبت، هو ان انا بديك الكاش باك ده على الحاجات او الايتمز اللي انت بتحطها. فبدل ما كان في الاول كل الفكره انت بتيجي بالايتم ترميها وخلاص، لا، هديك بوينت، مبروك عليك الكاش باك.
طيب واخيرا انا كليدر جرين ايجيبت احب اشكر جدا بجد ستاف الشغل اللي هو اصحابي، احب اشكر دكتور ايمان على دعمها معانا، دكتور ايمان المسلحي حقيقي كانت اروع رئيس قسم احنا تعاملنا معاه. المشروع بتاعنا قايم على فكره ان احنا لقينا ان الاطفال ممكن يكون في مشاكل في ان احنا نلاقي مكانها او نعرف هي موجوده فين دلوقتي، وده بيسبب مشاكل كتير بالنسبه للاهل على القلق وكده، وكمان لو في طفل عنده مشاكل في صحته معينه ممكن ياثر برده على اهله وعلى دراسته، فاحنا عايزين يعني نطمنهم شويه او نعمل حاجه الكترونيه تمشي الموضوع ده، ففكرنا في ان احنا ممكن نربط ده بسمارت ووتش، ان احنا زي ما في سمارت ووتش بتظهر المؤشرات الصحيه للشخص اللي لابس الساعه بس على ابلكيشن على موبايله هو، فاحنا دعمنا الفكره بان هي تكون ابلكيشن على موبايل الاب والساعه في ايد الطفل. طبعا ده هيكون في ظروف قياسيه ان احنا يكون في مكان فيه واي فاي، طبعا السمارت ووتش دي هيكون عليها الابلكيشن بتاعنا والموبايل بتاع الاب هيكون عليه نفس الابلكيشن، هتدعم فكره ان احنا نبعت المؤشرات الصحيه للطفل على موبايل والده او والدته، لو في اي مشكله في صحته هيبعت الارم على موبايلهم، برضه ممكن يبقى في فويس مسج بين الساعه وبين الابلكيشن باعتبار ان الطفل مش هيكون قادر على الكتابه لان احنا بنتارجت اعمار معينه اللي هي في سن الابتدائي تقريبا، فهيبعت فويس مسج لاهله، اهله ممكن يردوا عليه فويس مسج، وكمان حطينا فيتشر زياده ان ممكن الاهل يتواصلوا مع مدرس للطفل ده، طبعا احنا بنتارجت وزاره التربيه والتعليم اكتر، هي ممكن تكون اكبر داعم لينا ان احنا هندخل المدرسين يكون ليهم نوع من الاكونتات على الابلكيشن بتاعنا ان هم يقدروا يتواصلوا مع الاهل بتوع الطفل لو في اي مشكله، الاهل ممكن يتواصلوا معاهم عشان بخصوص الطفل دراسيا او صحيا. بعد كده لقينا ان احنا ممكن يكون عندنا في شخص هو اب ومدرس في نفس الوقت، فدعمنا فكره ان هو يكون ممكن ليه اكونتين يسويتش بينهم باي طريقه، ممكن يقدر يتم الابلكيشن ببساطه يتابع بيها اهله وفي نفس الوقت ان هو يكون بيطمن على ابنائه كده، وبس ان شاء الله الفكره تتطور فيها فيتشرز زياده بس بالوقت ان شاء الله يعني.